مرحبا، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اشتقت لكم كثير، رجعت لكم فيديو جديد. بتعرفوني انا ما بحب اطول عليكم لاني بشتاق لكم كثير كثير، واذا يعني بضل يومين ثلاثه ما بنزل فيديو عن جد بحس شيء ناقصني وبقول لا لازم اقوم اسجل فيديو واحكي مع متابعيني الحلوين اللي بيحبوني بحبهم كثير. اليوم جيتكم بطريقه كثير حلوه وكثير بسيطه، هي اكله تركيه معروفه هون بتركيا وكثير كثير طيبه ولذيذه. هي شامبورك تركيه باللحمه المحشية باللحمة البوراك، وكتير كتير طيبة ولذيذة وما بتاخد معكم مجهود أبدا وكتير سريعة. بس بدي منكم طبعا كالعادة تعملوا شير لرفقاتكم لأهلكم لأصدقائكم حتى الكل يستفيد ويشوف الفيديو، وكتروا من اللايكات حتى ينتشر أكتر ويشوفوا الناس وتستفيد هنن كمان. اعملوا شير لرفقاتكم مثل ما قلت لكم، لا تنسوا، وخليكم عم تشوفوا الفيديو الأخير. ويلا شوف طريقة التحضير مع بعض. وطبعا لا تنسوا اذا ما كنتم مشتركين تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا تفعيل جرس الكل حتى يصلكم كل شيء شغلات اللي انا بنزلها توصلكم. والله خلينا نشوف طريقه التحضير مع بعض. صبايا هلا قبل الشيء بدنا نعمل انه هو بدنا نحط بصل على النار. انا فرمت بصلتين وسط حجما وسط، يعني فرمتهم نعم، وعندي مثل ما واضح عليكم هاي نص كاسة الزيت، زيت نباتي رح احطها. وقلي البصله كثير منيح ما بديها تحمر، صبايا نص تقلي تمام، رح عليها نص تقلي ورح اطب عليها اللحمه. انا عندي 700 جرام من اللحمه، اكثر من نص كيلو طبعا. انتو لحمه قديش ما بدكم بتحطوا، مكوناتها كثير كثير بسيطه وكثير سهله. صبايا هلا رح احط رشه ملح للبصل حتى عندي بسرعه يتبل نص معلقه يعني. بس احط اللحمه كمان رح احط كمان شوي واحرك كمان. هلا بدي اعيفها كمان شهر دقيقتين ثلاثة عم تتقلب، وبعدين رح انزل عليها اللحمة. صبايا مثل ما واضح عليكم شوفوا انا عندي بصل لسه ما احمرت ابدا، هلا رح انزل عليها اللحمة حتى اقليها. صبايا مثل ما شفتوا هلا انا نزلت اللحمه كلها وعم بحركها حتى انا عندي تستوي تمام. هلا رح احط لها بس بهار، ما بدها شيء بس بهار ورشه فلفله حمراء. واذا بدكم حطوا لها كمان مكسرات كمان بتطلع طيبه، اذا بدكم تحطوا يعني مكسرات جوز او فستق او اي شيء عندكم اياه كمان بصير. انا بالنسبه لي يعني ما في عندي، مشان هيك ما رح احط، بكتفي بس باللحمه وبالبصل. هلا رح احط لها بهار او فلفل اسود، انا عندي فلفل اسود رح احط له حتى تروح زنخه اللحمه ضروري. بس الشغله فيها لحمه لازم نحط يا بهار يا فلفل اسود حتى تروح زنخه اللحمه. وهلا رح اعيفها تتقلى كثير منيح، ورح بس رح اجهز العجينه رح افرجيكم كيف. صبايا انا رح ارش لها مثل ما قلت لكم فلفله حمراء حتى تصير شوي انا عندي حده وتصير لها نكهه طيبه، ورح احرك. ما شفتوا والله رح عايفة ما تاخذ لون حلو تستوي كتير منيح، ورح اشوفكم ان شاء الله. صبايا وهلا انا بعد ما امنت على اللحمه صارت، هلا عندي هذا بالوعاء، اي وعاء عندكم اياه. عندي كوب حليب بدي احط مثل ما واضح عليكم كوب من الحليب، وبالكوب نفسه بدي احط زيت، زيت نباتي. وبدي اكسر عندي هدول كمان البيضتين كمان حتى تحافظوا على طراوة العجينة. هاي الخلطة مشان العجين ادهن فيها العجينة تمام. هاي حطيت بيضتين، هلا رح احط شوي فلفل اسود مشان زنخة البيض ورشة ملح، ورح اعبي هذا الزيت ورح اكبته كمان. صبايا هلا انا عبيت هذا الزيت الكوب مثل ما واضح عليكم، هلا رح انزله ورح احط مثل ما قلت لكم رشة ملح ورشة فلفل اسود او بهار، هيك بكفي. كمان ملح، هلا رح انزل ملح يعني هيك معلقة نص معلقة تمام ملح. وهلا رح احركهم كتير مع بعضهم اندمجهم مع بعض. صبايا هلا هيك انا بعد ما اندمجوا مع بعضهم كتير منيح الزيت والحليب والبيض تمام، رح اشيله ورح افرجيكم العجينة البقلاوة اللي انا جبتها جاهزة حتى استخدمها. هلا هي خالصة شوفوا، هاي هي العجينة
مثل ما واضح عليكم عجينة البقلاوة هي بدنا اياها نحن. تمام، هدول رقايق. هلا انا جبت تنتين، قديش ما رح احتاج يعني قديش الكمية اللي بدي احطها؟ جبت تنتين، تجيبوا تنتين احسن مشان اذا نقصكم يكون في عندكم. هلا انا رح افتحهم ورح افرجيكم كيف رح ادهنهم. صبايا، وانا بدي استخدم صحن البيركس مثل ما واضح عليكم، اي شيء عندكم يبسي بس انا بدي استخدم هذا. هلا انا بدي ادهن الارضية بالزيت. صبايا مثل ما واضح عليكم، هلا رح ادهنها بالزيت مثل ما شايفين كلها. صبايا بتدهنوا كمان الزوايا مو بس الارضية، تمام، حتى العجينة عندكم ما تلزق وتتطالوا، تلتهنوها كتير منيح وكتروا لكم شوي زيت. صبايا مثل ما واضح عليكم، انا على الكيس نفسه فتحته، هلا انا بدي افتحهم. تمام، بدي احط اربع طبقات من كل طبقة، يعني هدول الطبقات رح احط اربع وحدات بقلب الصينية، وكل طبقة ادهنها من الخليط اللي شفتوني عملته. تمام، شوف كيف هيك رح افتحها في هذا الشكل. اذا هي مثل ما قلتلكوا، اذا هي الصينية هي اكبر من الصينية قصوا منها. صبايا هلا انا حطيتهم بصينية الفرن حتى استحكم اني اضبطهم والفهم. هلا بدي ادهن، اول حطيت رقة وحدة عجينة يعني طبقة وحدة، بدي هلا ادهنها كلها بالخليط وارجع احط كمان لحتى يصيروا انا عندي اربع طبقات. تمام، هلا انا رح اعبيها هي كلها. صبايا مثل ما شفتوا، هلا هيك انا دهنت اول طبقة، هلا شو بعمل؟ بحط فوقها الثانية. تمام، بضغط عليها وبرجع بدهنها كمان حتى كلها تتشرب عندي تتعبى. صبايا هلا دهنت الثانية، وهلا انا بدي احط كمان الثالثة، كمان ادهنها بنفس الطريقة. صبايا وحطيت هلا كمان الطبقة الرابعة الأخيرة، كمان بدي ادهنها. صبايا بعد ما شفتوا هيك حطيت هلا انا اللحمة، بدي احطها هون حتى اعملها رول. تمام، الكمية انتو مثل ما قلتلكم صبايا انتو بتتحكموا فيها، بتكتروا بتقللوا حسب الرغبة. تمام صبايا، وهلا بعد ما حطيت اللحمة اللي بدي اياها، هلا مثل ما قلتلكم رح نعملها رول، نلفها شوي شوي حتى ما تتشقشق. تمام، يو شد، صارت طرية، صارت طرية صبايا، بتشهي هيك. ليش نحن هيك دهناها صبايا؟ حتى وقت بدنا نعملها تمام بالفرن، حتى وقت تطلع ما هيك تقرمش تتكسر، هيك بتصير طرية طرية بتجنن. شايفين هيك لفيتها كلها. هلا انا رح اشيلها ورح احطها بصحن البيركس. صبايا شوفوا انا حطيتها بصحن البيركس مثل ما واضح عليكم، شايفين. هلا انا رح اعمل الكمية كلها بنفس الطريقة اللي فرجيتكم اياها، وبس خلصت الكمية رح ارجع لكم. صبايا شوفوا لي هالمنظر اللي بشحي، شوفوا، يا سلام، يامي يامي. هلا انا هيك بعد ما شفتوني انتهيت منه، هلا بدي ارجع اسقيها. تمام، من الخليط هو نفسه بدي ارجع كلها اني اعبيها بالطريقة حتى تصير معي كتير طرية وكتير طيبة. شايفين، رح اسقيها كلها وارجع لكم. صبايا وهلا هيك بعد ما سقيتها بدنا نقطعها قبل ما نحطها بالفرن. تمام، وتكون السكينة حادة حتى ما تعذبكم، لازم تقطعوها قبل ما تفوتوها الفرن. صبايا مثل ما عودتكم انه بكل انا يعني بشغل اللي فيها فرن، انا ببلش بشغل الفرن قبل ما ابدا بالشغل. بتقطعوها انتو الحجم اللي بتحبوه. تمام، وبدي ازينها كمان بالسمسم ابيض وحبة البركة. اذا بدكم انتو بتحطوا بس اللهم صل على النبي، بس سمسم، او اذا بدكم بتحطوا كمان بس حبة بركة اللي متواجدة عندكم بصير. شايفين صار شكلها كتير حلو، وهيك وقت بتصير كمان ما بتعذبنا هيك، لاني طرية العجينة صارت طرية رح تنقسم معنا بكل سهولة. شايفين، هلا بدي ازينها، هلا رح احط عليها السمسم الابيض
ما احنا شايفين والله من الاسود، وفوت الفرن على درجة الحرارة 200. راح تاخد معي صبايا بس من تحت، راح اشغل 25 دقيقة، وانتو حسب الفرن اللي عندكم تمشوا، وخمس دقايق من فوق بتصير انا عندي ان شاء الله جاهزة. وبس صارت جاهزة ان شاء الله راح افرجيكم. يلا راح افوت الفرن، شايفين كيف صارت بتشهي؟ شوفوا شايفين، هلا راح افوت الفرن بس صارت عندي جاهزة راح افرجيكم اياها صبايا. وهي شكلها انا من بعد ما طلعت عندي من الفرن، شايفين كيف صار لونها بياخذ العقل. انتو صبايا تضل عينكم عليها حتى وجهها ما يحترق، بتراقبوها يعني كل شوي حتى تاخذ لون حلو. شايفين كيف السمسم حبة البركة قديش صار منظر حلو عليها، صارت بتشهي وريحة والله العظيم. يا ريت اني فيني اوصف لكم او اورجيكم الريحة اللي غبقت البيت من ريحتها، قديش ما صارت قديش طلعت طيبة، صارت بتجنن كتير طعمتها. وهلا انا رح اطالع ورح احط في الصحن وافرجيكم اياها. رح افرجيكم صبايا، رح اشيل، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا كيف، شايفين واضح عليكم قديه صار شكلها حلو. هلا رح احطهم رح افرجيكم اياها، شوفوا بتشهي. لا لا شايفين قلبه، هي عن قريب كمان حتى يكون كله واضح عليكم. شايفين كيف صارت والله بتجنن، يعني شي فاخر على الاخر، اكتر من هيك مستحيل مستحيل. يا امي قديش صارت بتشهي، شوفوا قديش صارت طرية، صارت بتشهي صبايا بتشهي. وشفتوا كتير كتير صارت كمان انه سهلة. شوفوا هون كيف صارت منهنها، ويا على قلبي على هالمنظر اللي بياخد العقل، ويا على قلبي. هلا ايش بدها صبايا؟ بدها بس ناكل وندوقها، يعني هلا لازم ندوق، انا ما عاد فيني اتحمل ابدا، بدي ادوق. خلونا ناكل، هي ما بدها شوكة، هدول حطوا ايديكم هيك وشيلوا وكلوا. رح افرجيكم قفاها كمان على فكرة، شايفين قفاها كيف؟ بالله عليكم بستحق اللايك اللي ما بستحقه، كتروا لي لايكات. يلا لا شوف دعموني دعموني حتى يطلع الفيديو ترند وتشوفوا كل الناس تستفيد. شايفين هلا وين مطرحة؟ يلا بسم الله، روحي لمكانك. مع القلب مع الشبه، شوفوا 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 الشي بجنة، شوفوا قديش صارت طرية، شوفوا شايفين سخنة كتير، شوفوا صارت كتير طرية وبتشهي لك طعمتها آخر. لو وصف لو فينا اوصف لكم الطعمة بس. شوفوا شايفين شي فاخر على الاخر صبايا، مثل ما شفتوا اذا عجبتكم شايفين بتمنى منكم انكم تدعموني وتكتروا لي شوي من اللايكات حتى يطلع مثل ما قلت لكم الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. وبهيك بشوفكم ان شاء الله حبايبي في فيديو جديد. اذا عجبتكم بتمنى بتمنى من جوات قلبي انكم تكتبوا لي اذا الطريقه سهله لا مو سهله، اذا عجبتكم لا ما عجبتكم. وان شاء الله حبايبي بشوفكم في فيديو جديد، بتمنى هيك من جوات قلبي انه يكون شيء سهل عليكم وبسيط. وان شاء الله بشوفكم فيديو جديد، باي باي.